يهرني في الحين ويكفيني سنة. على أنغام الشبابة واليرغول اجتمع هؤلاء الدبيكة في ساحة مضافة مرممة في بلدة المزرعة الغربية قرب رام الله لإحياء ليلة بنكهة الماضي. الفرقة هاي تأسست مجموعة من شبابنا اللي أعمارهم فوق 50 عام، هذا من الجانب. الجانب الثاني احنا حاولنا نكسر نمط الفرق الموجودة عندنا بطبيعة اللباس الموحد أو الزي الموحد والأداء الرقصات الحديثة. احنا الهدف نحافظ على تراثنا الفلسطيني القديم خوفا عليه من الاندثار. على هذا الأساس شقنا هاي الفرقة. يا بهاد الأرض أرض بيي وجدي رغم على الأنف اللاد اختصار. هي محاولة لاسترجاع الماضي بما تيسر من كلمات وألحان وعادات وتقاليد يقوم بها كبار السن في قرية المزرعة في سعي لإيصال الموروث الفلسطيني من الماضي إلى الحاضر بلوحة من الثياب الفلسطينية المتنوعة. بدنا نشرح للمواطن الفلسطيني شو هو اللباس الفلسطيني، مين كان يلبس اللباس الاسود، مين كان اللباس البني، مين كان الروزة، مين كان يلبس الحطة الصفراء، مين كان يلبس الحطة البيضاء، الحطة المرقطة. كل زي له خصائص معينة، كان يلبس مثلا الاصفر المختار، كان يلبس الاسود العبيد، كان يلبس البني الخدم والحشم اللي عند المختار. يعني حاولنا ان بهاي اللوحة يعني نجسد الواقع الفلسطيني في العشرينات والثلاثينات من القرن الماضي. أهلا بكل الرجال ومن شدود ومن شباب. من المزرعة الغربية خالد القاسم، العربية.